شهد وزير الصناعة والنقل كامل الوزير التوقيع بالأحرف الأولى على عقد منح التزام مشروع بناء والتطوير وإدارة وتشغيل البنية الفوقية لمحطة ومنطقة لوجستية لتداول وتصنيع البضائع الصب النظيف بميناء الدخيلة على مساحة 300 ألف متر مربع. وأكد الوزير أن هذا التوقيع يأتي في إطار تنفيذ الوزارة لخطة شاملة لتطوير منظومة النقل البحري والموانئ البحرية، تحقيقا للرؤية الاستراتيجية للقيادة السياسية التي تهدف لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.